يا شباب اقعدوا خلي الناس تشوف اللي ورا يا قصي خلينا نوقف الشباب خلي الناس وقف يا كويس احسن ارزق قاعد براسم ترفيع لا اسمع الله شغل زمورك بس
شيخ وصابك اثنين واقع على التلتاني بصوتي الكبسة لا بيقرب كيف اهلك ايه مناصير هذا صح؟ مناصير؟ شو اسمه؟ دورة المستشفيين رقم 5 تجازة دورة المستشفيين رقم 5 تتقدم في هيئة الاستعراض من اليمين الى اليمين صلخ اقعدوا Come on!
الرائد علي ابراهيم صالح قائد فريق المستجدين. تسمع سيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سيدي عطوفة رئيس هيئة العمليات راعي العبد الأكرم، الأخوة الحضور الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد حمى الله الأردن عبر تاريخه منذ أن قيض له قيادة مباركة هاشمية، هم على مر الدهور مشاعل النور ينتقلون من الأصلاب الطاهرة والجباه الساجدة، علماء في الفكر عظماء في القيادة، نماذج في السلوك، وهم القدوة والأسوة، ولهم علينا حق الطاعة والموالاة، ولنا شرف الإيمان والانتماء لهم. سيدي لقد اصطف النشامى بعد أن لبوا النداء وأدركوا أن لا شرف يعدل شرف الجندية، فكانوا عند حسن الظن بهم رمزا للولاء والانتماء الصادق لهذا الجيش المصطفوي ولسيد البلاد القائد الأعلى أبا الحسين المفدى. سيدي لقد أنهت هذه النخبة الطيبة من أبناء الوطن مرحلة التدريب التأسيسي المقرر، وقد تجسدت فيهم روح الانتماء والولاء للوطن، للوطن الغالي ولجلالة القائد الأعلى، بالإضافة إلى التوجيه الديني والوطني والمعنوي والأمني، ليتسلحوا بسلاح الإيمان والمعرفة والقوة، وليلتحقوا بزملائهم في ميدان الشرف والبطولة. بعد أن تلقوا التدريب على أيدي ضباط ومدربين أكفاء، شقوا لهم الطريق ليكملوا المسيرة المباركة في هذا الجيش العظيم. أما أنتم أيها الخريجون، نبارك لكم ولذويكم تخرجكم هذا لتبدأ مسيرتكم العسكرية من هنا، فأضيئوا بالعلم عقولكم وبالإيمان قلوبكم وبالعمل طريقكم، فلا أمل بلا عمل ولا ثمر بلا غرس. سائلين الله تعالى لكم التوفيق والنجاح تحت ظل الراية الهاشمية الرشيدة بقيادة سيد البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية. هاي الجلالة الماجم عظم، هاي الجلالة الماجم عظم، هاي الجلالة الماجم عظم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد سيد علي لم نرى كلمة الخريجين يلقيها الجندي الثاني أسامة مبروك سلامة. الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، حفظوا العهود ودافعوا عن أمة تصميمها قدر من الأقدار، بدمائهم قد فطروا أهزوجة يجدو بها التاريخ في إكباري، بجنوده الشجعان في ساح الوغى للوطن والملك، وأن أحافظ على الدستور والقوانين والأنظمة النافذة، وأعمل بها، وأن أقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وأمانة وإخلاص دون أي تحيز أو تمييز، وأن أنفذ كل ما يصدر إلي
من الأوامر القانونية من ضباطي الأعلين. سيدي سنشاهد الآن مجموعة من الجنود المستجدين يؤدون فقرة حركة السيجال والتي تظهر مستوى اللياقة البدنية العالية التي يتمتعون بها بعد انتهاء التدريب التأسيسي، وكان هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، حيث تم إيلاء هذا الموضوع كل الاهتمام من قبل قيادة مدفعية الجيش ممثلة بقائد مدفعية الجيش والمدربين. سيد Thank you.
هذول نفسهم من الجيش هذول اللي بتجيهم يعني بتجد مش ما بنا جد نفهم ما نصل لغات تعال الله
الزهراء. الزهراء. هذه خضرة خضرة. جيب جيب. خضرة جيب جيب يا سيف. هاي الله. هاي ما بدنا. هاي ما. هاي حليل الزهراء. يلا انت خريف عبد الله. بقولش احنا بتخريج عبد الله من خالف عينا انت يا بنتي انت صبرت والله حبيتينا قد ما رحت Come on.
شوف.